أسيد بن الحضير. قدم الفتى المكي مصعب بن عمير إلى يثرب في أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ الإسلام، فنزل على أسعد بن زرارة أحد أشراف الخزرج، واتخذ من داره مقاما لنفسه ومنطلقا لبث دعوته إلى الله والتبشير بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأخذ أبناء يثرب يقبلون على مجالس الداعية الشاب مصعب بن عمير إقبالا كبيرا، وكان يغريهم به عذوبة حديثه ووضوح حجته ورقة شمائله ووضاءة الإيمان التي تشرق من وجهه القسيم الوسيم. كان يجذبهم إليه شيء آخر فوق ذلك كله، هو هذا القرآن الذي كان يتلو عليهم بين الحين والحين بعضا من آياته البينات بصوته الشجي الرخيم ونبراته الحلوة الأسيرة، فيستلين به القلوب القاسية ويستدري الدموع العاصية، فلا ينفض المجلس من مجالسه إلا عن أناس أسلموا وانضموا إلى كتائب الإيمان. وفي ذات يوم خرج أسعد بن زرارة بضيفه الداعية مصعب بن عمير ليلقى جماعة من بني عبد الأشهل ويعرض عليهم الإسلام، فدخل بستانا من بساتين بني عبد الأشهل وجلس عند بئرها العذبة في ظلال النخيل، فاجتمع على مصعب جماعة قد أسلموا وآخرون يريدون أن يسلموا، فانطلق يدعو ويبشر الناس والناس إليه منصتون وبروعة حديثه مأخوذون. فجاء من أخبر أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وكان سيد الأوس بأن الداعية المكي قد نزل قريبا من ديارهما، وأن الذي جرأه على ذلك أسعد بن زرارة. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن الحضير: لا أبا لك يا أسيد، انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بيوتنا ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا، واجره وحذره من أن يطأ ديارنا بعد اليوم. ثم أردف يقول: ولولا أنه في ضيافة ابن خالتي أسعد بن زرارة وأنه يمشي في حمايته لكفيت كذلك. وأخذ أسيد حربته ومضى نحو البستان، فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب: ويحك يا مصعب، هذا سيد قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا أسيد بن الحضير، فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه وأحسن عرض الأمر عليه. وقف أسيد بن الحضير على الجمع والتفت إلى مصعب وصاحبه وقال: ما جاء بكما إلى ديارنا وأغرقما بضعفائنا؟ اعتزلا هذا الحي إن كانت لكما بنفسيكما حاجة. فالتفت مصعب إلى أسيد بوجهه المشرق بنور الإيمان وخاطبه بلهجته الصادقة وقال: يا سيد قومه، هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تجلس إلينا وتسمع منا، فإن رضيت ما قلناه قبلته، وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولم نعد إليكم. فقال أسيد: لقد أنصفت، وركز رمحه في الأرض وجلس. فأقبل عليه مصعب يذكر له حقيقة الإسلام ويقرأ عليه شيئا من آيات القرآن، فانبسطت أساريره وأشرق وجهه وقال: ما أحسن هذا الذي تقول، وما أجل ذلك الذي تتلو، كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في الإسلام؟ فقال له مصعب: تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتصلي ركعتين. فقام إلى بئر فتطهر بمائها وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلى ركعتين. فانضم في ذلك اليوم إلى كتائب الإسلام فارس من فرسان العرب المرموقين وسيد من سادات الأوس المعدودين، كان يلقبه قومه بالكامل لرجاحة عقله ونبالة أصله ولأنه ملك السيف والقلم، إذ كان بالإضافة إلى فروسيته ودقة رميه قارئا كاتبا في مجتمع ندر فيه من يقرأ ويكتب، وقد كان إسلامه سببا في إسلام سعد بن معاذ، وكان إسلامهما معا سببا في أن تسلم جموع غفيرة من الأوس وأن تصبح
المدينة بعد ذلك مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعدة لدولة الإسلام العظمى. أحب أسيد بن الحضير القرآن حبا جما منذ سمعه من مصعب بن عمير، وأقبل عليه إقبال الظامئ على المورد العذب في اليوم القائظ، وجعله شغله الشاغل، فكان لا يرى إلا مجاهدا غازيا في سبيل الله أو عاكفا يتلو كتاب الله، وكان رخيم الصوت مبين النطق مشرق الآداء، تطيب له قراءة القرآن أكثر ما تطيب إذا سكن الليل ونامت العيون وصفت النفوس. وكان الصحابة الكرام يتحينون أوقات قراءته ويتسابقون إلى سماع تلاوته، فيا سعد من يتاح له أن يسمع القرآن منه رطبا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد استعذب أهل السماء تلاوته كما استعذبها أهل الأرض. ففي جوف ليلة من الليالي كان أسيد بن الحضير جالسا في مربده وابنه يحيى نائم إلى جانبه، وفرسه التي أعدها للجهاد في سبيل الله مرتبطة به غير بعيد عنه. وكان الليل وادعا ساجيا وأديم السماء رائقا صافيا وعيون النجوم، فطاقت نفس أسيد بن الحضير كأن يعطر هذه الأجواء الندية بطيوب القرآن، فانطلق يتلو بصوته الرخيم الحنون ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا به يسمع فرسه وقد جالت جولة كادت تقطع بسببها رباطها، فسكنت الفرس وقرت، فعاد يقرأ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فجالت الفرس جولة أشد من تلك وأقوى، فسكت فسكنت وكرر ذلك مرارا، فكان إذا قرأ أجفلت الفرس وهاجت، وإذا سكت سكنت وكرت. فخاف على ابنه يحيى أن تطأه فمضى إليه ليوقظه، وهنا حانت منه التفاته إلى السماء فرأى غمامة كالمظلة لم ترى العين أروع ولا أبهى منها قط، قد علق بها أمثال المصابيح فملأت الآفاق ضياء وسناء، وهي تصعد إلى الأعلى حتى غابت عن ناظريه. فلما أصبح مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه خبر ما رأى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد، ولو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس ولم تستتر منهم. وكما أولع أسيد بن الحضير بكتاب الله فقد أولع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كما حدث عن نفسه أصفى ما يكون صفاء وأشد ما يكون شفافية وإيمانا حين يقرأ القرآن أو يسمعه، وحين ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب أو يحدث. وكان كثيرا ما يتمنى أن يمس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكب عليه لاثما مقبلا، وقد أتيح له ذلك ذات مرة. ففي ذات يوم كان أسيد يطرف القوم بطرفة، فغمزه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصيرته بيده كأنه يستحسن ما يقول، فقال أسيد: أوجعتني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتص مني يا أسيد. فقال أسيد: إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص حين غمزتني. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه عن جسده فاحتضنه أسيد، وجعل يقبل ما بين إبطه وخاصرته وهو يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنها لبغية كنت أتمناها منذ عرفتك وقد بلغتها الآن. وقد كان الرسول صلوات الله عليه يبادل أسيد حبا بحب، ويحفظ له سابقته في الإسلام ودفاعه عنه يوم أحد، حتى إنه طعن 7 طعنات مميتات في ذلك اليوم، وكان يعرف له قدره ومنزلته في قومه، فإذا شفع في أحد منهم شفعه فيه،
لم يعش أسيد بن الحضير طويلة، فقد اختاره الله إلى جواره في عهد عمر رضي الله عنه وعن عمر، فوجد أن عليه دينا مقداره 4000 درهم، فهم ورثته ببيع أرض له لوفاء ديونه. لما عرف عمر ذلك قال: لا أترك بني أخي أسيد عالة على الناس. ثم كلم الغرماء فرضوا بأن يشتروا منه ثمر الأرض 4 سنين كل سنة بألف. العبرة اللي ممكن ناخدها من أسيد بن الحضير أن الله سبحانه وتعالى يختار من عباده من يشرح صدره للإسلام، وأن القرآن وحده هو أكبر داعية في كل زمان ومكان. فإحنا مش محتاجين أن إحنا نخش في جدال وحوارات ومناظرات ورد على شبهات عشان نقنع ناس بالإسلام، إحنا مش محتاجين كل ده، يكفي قراءة القرآن، لأن القرآن وحده حجة، مش محتاج نجيب حجة تانية عقلية ولا براهين تانية. وأن القرآن مش كلام عادي، ده كلام رب العالمين. إذا اكتفيتي بيه في الدعوة إلى الله هو هيكفيكي، وإذا اكتفيتي بيه كواعظ ليكي هيكفيكي. فسيدنا أسيد بن الحضير بيقولك اقرأي القرآن ليل نهار عشان تثبتي، اقرأي القرآن ليل نهار عشان يزداد إيمانك. هو بيحفزنا لقراءة القرآن، هو جاي لنا برسالة عن القرآن وقديه هو جميل وقديه هو بيفتح القلوب. احنا دلوقتي في الزمن بتاعنا احنا بنستمتع بالخروج والفسح، وبنستمتع بالوعاد مع اهالينا والزيارات العائلية. ليه احنا مش زيهم؟ لان احنا ما بنقرأش القرآن زيهم، بنقرأ القرآن كده بسرعة، بنقرأ القرآن من غير تجويد. واللي جرب اللي انا بقوله ده يعرف ان مفيش امتع من لحظة بتقرأي فيها القرآن بالتجويد في الصلاة، مفيش امتع من اللحظة دي. واللي جرب ومحسش يسأل الله انه يدوقه الحلاوة دي عشان يتعلق بها ويلزمها كعادة ليه في حياته. ونسأل الله انه يشرح صدرنا بالقرآن ويحببنا في قراءته في الليل وفي النهار، ويجعلنا من العاملين به، ويجعله شفيع لنا في يوم القيامة. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.